Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant-grade recipes you can use in your own home. الحنطة هي من الأطعمة الموصى بها لمحاربة العديد من الأمراض مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكر. بتساعد على إنقاص الوزن وبتقلل الشهية وتحتوي على مستويات عالية من البروتينات والألياف. ننقع نقوم بوضع الحنطة ووضع الماء من الصنبور ونتركها لمدة 15 إلى 30 دقيقة والكمية اختياري. نعمل الدجاج. الدجاج نوضع لكل لتر ماء 50 جرام ملح، يعني 4 لتر ماء كوب من الملح. ننقع الدجاج لمدة تقريبا ساعة عشان نتخلص من الزناخة ويكون في رطوبة من جوا ما ينشف الدجاج. نوضع توابل الدجاج، وأنا حوضع توابل الدجاج بالرابط في صندوق الوصف بالأسفل. بنتبل الدجاج وبنربطها، بنفتحها من الجناب وبنربط الدجاجة مثل ما انتم شايفين. الموضوع كتير بسيط وسهل مثل هيك. نوضع ماء ساخن أو ماء بارد بكيفكم. نضعها بالفرن على درجة حرارة 200 تقريبا، تأخذ مدة ساعتين. هلقيت الحنطة، نوضع خضار، كمية الخضار اختياري، خضار مجمدة أو طازجة، الكمية والنوع اختياري. نوضع ماء ساخن، الكمية غير محدودة لأنه إحنا حنتخلص من الماء. نتخلص من الماء من الحنطة، نوضعها بالوعاء. تقريبا بتأخذ 10 دقائق. هي هيك نضجت بعد 10 دقائق من الغليان. نطفي النار ونتخلص من الماء. طبعا المقود مطفي. نجيب معلقتين من معجون الطماطم، نوضع نصف كوب ماء ساخن وقليل من الملح ورشة فلفل أسود والقليل من الكمون. التوابل النوع والكمية هي اختياري التوابل. نوضع الصلصة وبنغلق الوعاء وبننتظر لمدة 10 دقائق، وهيك أصبحت جاهزة. الحنطة بتساعد على التخلص من الأرق، هي كتير روعة، واقرأوا عنها كتير مميزة. دائما استشيروا الطبيب وخاصة من لديهم أمراض ومشاكل صحية. بارك الله فيكم، في أمان الله. تزرونا بوصفة جديدة. شكرا كتير لكم، اتمنى الاشتراك بالقناة، واذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.